العقوبات. نلقاكم في نشاط أخبار رأس الساعة من راديو مصر 88.7 FM. راديو مصر في قلب الحدث. ومكملين معاكم وعيادة مصر على 88.7 FM مع سارة عبد الباري. رجعنا تاني في عيادة مصر على راديو مصر. الدكتور شريف باشا سيف استشاري امراض النساء والتوليد واطفال انابيب وزميل الكلية الملكية بانجلترا. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يبعت لنا على جروب البرنامج او يزور موقعنا على الانترنت قبل الفاصل. وهك قلت في حالة تكرار او في حالة فشل اتوقع الموضوع مرة تانية. حضرتك قلت من الافضل يبقوا لي الحضانة الذكية علشان غير ان هي بتساعدنا بترفع جودة الجنين بتخلينا نقدر نشخص ونعرف الصورة احسن. يعني حطينا عينينا جوه الحضانة شفت انقسامات وشفت طبيعت وشفت كده فبقدر اتجنب ان اي جنين سواء جنبات الحيوان او البويضة غير سليمة بإني انقسامات غير طبيعية. يعني انقسامات غير طبيعية الطبيعة خلينا في تنقسم ونقسمها قد تتباعد وخلاص من الاثنين واربعة لاثنين وثلاثة ثلاثة وخمسة. هذه انقسامات عشوائية مستهيمة زي الخلايا السرطانية مثلا الفرق انقسام شبه ما بتوقع حاجة راندم عشوائية. فده معناها ان هذا الجنين غير عشان ببقى عارف شكل الجنين فقدرت اعرف ايه سبب. هل السبب يرجع الى الجنين او لا؟ تمام. البعض يا دكتور شريف بيرجع فشل العملية او بيقول ان ممكن الالتهابات تكون فشل او سبب في فشل عملية اطفال الانابيب. هي حقيقة ولا غلط؟ طبعا الالتهابات المهبلية